الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سبحانك ربنا لا إله إلا أنت عز جارك وجل جلالك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، يا مغيث اللهفات. اللهم
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة المباركة وفي حرمك المبارك وبجوار بيتك العتيق، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وولاة أمرنا وعلمائنا، برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب، برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها وأنت على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم اجعلهم فخرا وعزا لأمتهم وأوطانهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا حميدا عاجلا غير آجل، برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمننا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم اكفنا، اللهم دمره يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.